أعمال انتخابية وجاري حاليا فرز تصويت المصريين للخارج، وسيعلن على حضراتكم فيما بعد نتائج هذا الحصر للفرز. وبالنسبة لانتخابات المصريين في الداخل، افتتحت اللجان الانتخابية اليوم أعمالها في الموعد المحدد، عدا 23 لجنة تأخرت في الفتح لمدد بسيطة، ولكن الجميع اللجان تعمل الآن بانتظام. تم ضبط سيدة في كرداسة بالجيزة لتكرار التصويت في إحدى اللجان، ودخلت ببطاقة غير بطاقتها الخاصة بها، وتكرر ذلك منها وأحيلت إلى النيابة العامة. كما تم ضبط سيدة أخرى في 6 أكتوبر بالجيزة لتعديها بالقول على رئيس إحدى اللجان، وأمرت النيابة العامة بحجزها لباكر. وهرب شقيقها المتهم بالتعدي بالقول على رؤساء بعض اللجان بعد تحرير مذكرة منهم بشأنه، ولاذ بالفرار وجاري البحث عنه. تم ضبط مواطن أثناء عمل دعاية انتخابية للمترشح أمام إحدى اللجان بالجيزة أيضا، وأصيبت قاضية بحالة إعياء في 6 أكتوبر، وحلت محلها قاضية أخرى، ونتمنى لها الشفاء. في أي أسئلة عند حضراتكم؟ كمال، في امبارح سعادتك قلت 20,000 في مؤتمر صحفي، فعلا هو أقل قليلا، كان بين 46 لجنة، أقل قليلا من 20,000، وإن شاء الله هتنعرف تفاصيلهم ونتائج بعد انتهاء الفرز بتاعهم. أقل من 20؟ أقل قليلا جدا، يعني 19,800 وشوية. شكل المشاركة يا فندم النهاردة في اليوم الأخير والتاني من المرحلة؟ والله حضرتك شايف ظروف الجو هي الأخرى، يعني أضافت صعوبة أخرى على التصويت بالنسبة للمصريين. أشكركم ونلتقي إن شاء الله في موعد لاحق.